الاقتصاد النمساوي يواصل الركود في الربع الثالث وسط تباطؤ الاستهلاك. غياب التحقيق الواضح في وفاة 11 شخصاً في حجز الشرطة في 10 سنوات. تحقيقات تكشف أن تجهيزات الاعتداء على حفل تايلور سويفت في فيينا غير كافية. ارتفاع حاد في معاداة السامية بالنمسا خلال 2024 أغلبها من مسلمين. الخطوط الجوية النمساوية تنتقد تكاليف التشغيل المرتفعة في مطار فيينا. وإصابة شابين بجروح خطيرة فوق مترو فيينا أثير لتصوير تحدي تيك توك. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أشارت تصديرات أولية لمعهد الأبحاث الاقتصادية فيفو إلى أن الاقتصاد النمساوي لم يسجل أي تحسن ملحوظ خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث انخفض الناتج بنسبة 1.1% مقارنة بالعام الماضي، فيما حقق نموا طفيفا بنسبة 0.3% عن الربع الثاني من العام نفسه. ويستمر التباطؤ في قطاعي الصناعة والبناء، بينما أظهرت قطاعات الخدمات أداء متباينا، كما تظل معدلات الاستهلاك الأسري بطيئة، ويأتي ذلك بعد أن شهد الاقتصاد خسائرا حادة بنهاية عام 2023 ونتائج ضعيفة خلال الربع الأول من 2024 بنمو قدرة 2%، ويرجح الخبراء استمرار هذا التباطؤ في ظل تراجع استهلاك الأسر. كشف تحقيق لصحيفة ديش تاندا من خلال تحقيق دولي عن وفاة 4 أشخاص برصاص الشرطة في النمسا بين عامي 2020 و2022 إلى جانب 5 حالات وفاة أخرى في مراكز الاحتجاز خلال الفترة نفسها. وبحسب التقرير فقد سجلت النمسا معدل وفيات منخفضا نسبيا مرتبط بالشرطة مقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ المعدل 6 من 100 حالة لكل 100 ألف نسمة رغم غياب البيانات المكتملة من بعض الدول. وفي عام 2023 أكدت المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان على نقص البيانات المتعلقة بالوفيات في حجز الشرطة، مشيرة إلى عدم وجود تعريف مشترك أو منهجية حول ما يسجل وفاة في هذا السياق. كشفت التحقيقات في محاولة الهجوم الإرهابية التي استهدفت حفل المغنية تايلور سويفت في ملعب إرنست هابل بفيينا في 9 أغسطس، مشيرة إلى أن التركيز انصب على المواد الكيميائية التي كانت بحوزة المتهم الرئيسي ومدى إمكانية استخدامها في تصنيع متفجرات. وأوضح التقرير أن المتهم البالغ من العمر 19 عاما من تيرنتس قد صنع كمية ضئيلة من مادة تراي أسيتون تراي بيروكسايد باستخدام مواد شائعة، لكنها تفتقر للقدرة على إحداث أضرار كبيرة. واعتبر محاميه فيرنات تومايك أن هذه النتائج تدعم براءة موكله إذا لم تظهر الأدلة الجنائية بقايا لمواد متفجرة على أغراضه الشخصية. ارتفعت الحوادث المعادية للسامية خلال النصف الأول من 2024 مسجلة أكثر من 800 بلاغ بزيادة تقارب 160% مقارنة بنفس الفترة في 2023 حسب دائرة التبليغ عن معاداة السامية النمساوية. وكانت الحوادث المرتبطة بإسرائيل الأكثر شيوعاً وشهدت تصاعداً كبيراً بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل. وأشار بنيامين نيجل الأمين العام للدائرة إلى أن اليهود يواجهون معاداة سامية بلا حدود منذ 7 أكتوبر، إذ تضاعفت الاعتداءات الجسدية والتخريب والرسائل العدائية. ووفقا للتقرير تم ربط 255 من الحوادث بأفراد أو منظمات مرتبطة بالإسلام، فيما كانت 225 من الحوادث بدوافع يسارية و116 بدوافع يمينية. أعلنت الخطوط الجوية النمساوية عن تراجع أرباحها التشغيلية إلى النصف في أول 3 أرباع من العام مقارنة بالعام الماضي، مع تحسن الأداء في الربع الثالث بعد بداية ضعيفة للنصف الأول. وأعربت المديرة التنفيذية أنيتا مان عن استيائها من ارتفاع تكاليف التشغيل في مطار فيينا، مشيرة إلى أنها تفوق تكاليف المطارات الأوروبية الأخرى باستثناء فرانكفورت وميونخ، حيث ارتفعت تكلفة الرحلة بنسبة 39% منذ 2019 لتصل إلى 3715 يورو، كما تسببت أزمة الشرق الأوسط بتعليق الرحلات لبعض الوجهات الهامة للشركة. ورغم ذلك نقلت الشركة نحو 4.7 مليون مسافر
بزيادة في الدخل بنسبة 6% خلال الربع الثالث. اصطدم شبان من مجموعة تعرف بمتزلجي القطارات بجسر للمشاة في محطة شومبرون لقطار الأنفاق أوفير في فيينا أثناء محاولتهم ركوب القطار بشكل خطير فوق سطحه، مما أدى إلى إصابات عديدة. ويعاني شاب تشيكي يبلغ من العمر 18 عاماً من إصابات تهدد حياته، فيما وصفت حالة آخر بالحرجة، بينما تلقى الثالث إصابات طفيفة ولم يتعرض الرابع للأذى. وذكرت فيينا لينين أن الاصطدام وقع عند دخول القطار للمحطة وكان عنيفاً لدرجة استدعت إنعاش المصابين في الموقع، وتوقف خط أوفير مؤقتاً وتم توفير دعم نفسي لسائق القطار، فيما تجري الشرطة تحقيقات مكثفة لتحليل الحادث. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.